واحد لسه مراته والده فجاره بيساله بيقول له ما شاء الله جابت لك ايه المدام؟ قالت له جابت لي بنت. قال له ما شاء الله كده يبقوا كام بنت؟ قال له 7 بنات. قال له 7 بنات وانا عندي 7 ولاد. كل يوم الراجل اللي عنده الولاد يعدي على الراجل اللي عنده 7 بنات ويقول له السلام عليكم يا ابو البنات، والراجل يرد عليه وهو متضايق ويسكت وما يتكلمش معاه. تدور الايام والليالي وكل واحد من الناس دي عيالهم ال7 يتجوزوا. وجي في يوم من الايام الراجل اللي عنده الولاد راح للراجل اللي عنده البنات، قال اروح اتساهر معاه شويه. خبط على بابه ودخل عنده. اول ما دخل عنده بسم الله ما شاء الله لقى البيت مرتب ومنظم والراجل ريحته جميله ولابس لبس شيك وقاعد في البيت متمتع ومتفرج على التلفزيون واخر جمال واخر نقاهه. فالراجل بيساله بيقول له ايه الجمال اللي انت فيه دوت؟ ازاي يعني وانت عايش لوحدك وال7 بنات بتوعك مشوا واتكلوا على الله؟ قال له والله الحكايه وما فيها ان البنات كل يوم واحده بتجيلي منهم هنا، لازم تيجي تاكلني وتشربني وتشوف لي حاجتي وتغسل لي هدومي وتكوي لي حاجتي وكل حاجه بتبقى متظبطه على سنجه 10. قال له ازاي يعني وبيجيب وقت لكده ازاي؟ قال له والله هم 7 بنات وبيقسموا بعضيهم على الاسبوع، كل يوم واحده فيهم بتيجي تقضي لي فيهم مصلحه وبتظبط لي الدنيا. وبعد ما ابو الصبيان خد قعدته عند ابو البنات وخد بعضه ومشي بيكلم نفسه في الشارع وبيقول ابو البنات متعشي ودفيان وابو الولاد قاعد على جوعه وبردان، الولد بيحمل اسمك لكن البنت بتحملك انت واسمك، منش اللي صاحبك ابو البنات. وسلام.